الستريس التوتر هو من أكثر الأشياء اللي بتأثر على البشر، بيكلف مليارات الدولارات لنهتم بالموضوع، إن كان بالحياة اليومية، بالشركات، بالعلاقات العاطفية، etc. فشو هو الستريس؟ لما نفكر بالستريس التوتر هو من المرات القليلة وين كانوا دماغي عم يشتغل ضده. مثلا إذا أنا بدي أجي أعمل هالفيديو وهيدا الشيء بيعمل لي ستريس، بقول لازم نام بكير تكون بصحة منيحة اليوم، لازم أدرس كل شيء بدي أقوله، etc. فوت على الفرشة بكير عامل ستريس وما فيه نام، بوصل لهون حافظ كل شيء بدي أقوله بنساهم، بيكون عندي بول ببطني، بلش أعرق، بصير حنكي يتشنج، في إبرة سناني كمان بالليل، بصير معي قرحة. ليش بصير هيك؟ ليش الستريس؟ وقت القصص بتكون مهمة دماغي ما بقعد بيساعدني. إذا بتكون تفهموا شو الستريس بتكون نروح شوي على عند الحيوانات ونشوف شوي ستريس عند الحيوانات قبل ما نرجع عند البشر. وإذا بتراقبوا شو هو الستريس عند الحيوانات بتلاحظوا إنه مشي كتير كتير منيح، لأنه بيساعدهم لسيرفايفل، ليقدروا يعيشوا. مثلا إذا أنا أرنب وبشوف نسر بالسماء وما بكون ستريس لأنه هيك رخية، ينزل النسر بيقتلني بموت. نفس الطريقة إذا أنا نسر وبشوف أرنب وما بكون كتير ستريس، بنزل هيك على رواق، الأرنب بيهرب ما بيقدر ياكل وكمان بموت. الستريس أساسا هو شيء اسمه fight and flight reflex. reflex لواحد يا يقدر يحارب يا يقدر يهرب. إذا بتفكروا فيها شوي عايزين نفس التحضير الجسدي تنهرب ونحارب. عايز إنه عضلاتي شدون، عايز إنه قلبي يسرع، نفسي يسرع، عيوني تصير عم تركز أكتر، وكل الفانكشنز تبع جسمي يصيروا محددين، يا تقدر أهرب يا تقدر حارب. وبهالأوضاع ستريس شي كتير منيح لأن بيساعدني عن جد أهرب. ونحن كإذا بنرجع شوي على البشر، هومو سابينس الفصيلة تبعنا موجودة من أكتر من 200-300 ألف سنة، 300 ألف سنة يعني كتير كتير وقت، وأكترية حياتنا كفصيلة كنا عايشين بالأدغال، وين في الخطورات هن خطورات غير حيوانية، تيجي حدا يقتلني، دب، أسد، أما حيالة حيوان جاي بتكون تفكروا فيه. وبهالوقت نحن إذا بتطلعوا على البشر اللي قدامكم، أنا ما فيي عن جد حارب كتير حيوانات، بركي فيي حارب ما بعرف زلحفة، ما فيي أهرب من كتير حيوانات، بركي فيي بس أهرب من السلحفة. وقت نعيش 200 ألف 300 ألف سنة، وقت ما عنا جوانح، ما فينا نعمل كاموفلاج، ما عنا دفاعات، لازم نطور طرقات تنقدر نعيش. أول طريقة طورناها هي التعاون، نحن حيوانات اجتماعية، وتاني طريقة طورناها هي reaction stress fight and flight reflex. فينا نقلعه حتى وقت ما في مخاطر، يعني إذا أنا مثلا كنت بغابة بسمع صوت بين الشجر ما بعرف شو هيدا الصوت، في يقول يا أما هيدا الصوت مشي وكفي حياتي وإذا طلع شي بموت، يا ما في أعمل ستريس قول يمكن هيدا ما بعرف ذئب بلش أركض، وإذا طلع مش ذئب مش مشكلة. بيزيكلي اللي عموله هو إنه 100 مرة جمان ولا مرة الله يرحمه، هيدا هو الستريس بيزيكلي، وهيدا شي كتير منيح عن جد. أحسن واحد يكون 100 مرة جمان ولا مرة الله يرحمه إذا بده يحارب أسد. المشكلة هي إنه آخر 1000-2500 سنة اللي هو وقت كتير كتير ضئيل غيرنا العالم طبعاً، وفي كتير بشر فين يعيشوا كل حياتهم ولا مرة يتلاقوا بحيوان تكون نحن الفريسة طبعاً. منشان هيك اليوم الستريس منه بقى الفايت اند فلايت ريفلكس، صار في شيء اسمه ايفولوشنري ميس ماتش. صار دماغي وقت يكون في شيء موترني مثل مثلاً فحص، أما برزنتيشن، أما روح أحكي مع شخص كتير مهم، دماغي بيتعامل مع هالموضوع كأنه في خطر جسدي علي، بقى بيسرع قلبي، بلش أعرق، بلش أتنفس أكتر بسرعة. وإذا كنت أنا مثلا هلأ هون في أسد، لدماغي مش مهم أتذكر شو بدي قلكم. إذا أنا كنت بتخت عم جرب نام ودماغي مفكر إنه في ما بعرف أي حيوان تايجر رح يهجم علي، أكيد ما حقدر نام. وأكيد إذا أنا مفكر إنه رح يهجم علي فيل بعد تكة، مع إنه ما بتخيل الفيول اللي بيهجم علينا، بستنون إنه بيهجم علينا، فكر إنه فيل رح يهجم علي وحدا بيقول لي روق شو بيك ليه عامل ستريس، أكيد ما حروق، وبالعكس حصير أكتر موتر لأنه رح أحس إنه هو ما عم يفهم إنه في خطر جسيم جاي علينا ونحن عم نجرب نبيخه. ومن جنين كمان ستريس في يعدي أشخاص، في حدا بيقول إنه عم تعمل لي ستريس بالستريس تبعك، عم توترني قد منك موتر، لأنه دماغي بيعتبر إنه إذا بشوف حدا موتر يمكن هو شايف خطر أنا مش شايفه، كمان 100 مرة جبان ولا مرة الله يرحمه، أحسن أتوتر وإذا طلع ما في شيء بسيطة. بالعالم الطبيعي تبعنا الستريس هو شيء رياكشن كتير قوية بس كتير قصيرة، يعني أنا فيي أعمل ستريس لنقول إذا طلع بوجهي دب العملية كلها لحد داين 10-15 دقيقة، يا بهرب يا بيقتلني. بينما بالعالم اليوم لأنه الستريس منه بقى بالإيفولوشنري إطار تبعه، في صرت عامل ستريس على أسابيع ومرات على أشهر، بيصير عندنا شيء اسمه كرونيك ستريس.
وها مشكلة الاسترس الأساسية التوتر الكرونيك، وقت أنا صير عايش بحالة توتر دايمة، وهيدي الحالة التوتر الدايمة فيها تخلق مشاكل صحية كتير كبيرة، لأنه جسمي ما بقى عم يحط ولا ريسورس إن كان بالجهاز المناعي تبعي، من شنيك وقت تكون استرس فيكون تمرضوا أكتر، بالجهاز الهضمي تبعي من شنيك بصير عندكم بولة ومرات بصير عندكم قرحة، بكل الأجهزة تبعي ما بعود بيهتم فيهم، وكل شيء محطوط بالفايت اند فلايت بيصير في عندي أمراض وبيصير في اضطرابات جسدية للعمل تبعي. وإذا بيدلوا هالستريس الكرونيك على فترة كتير كتير طويلة في أعمل شيء اسمه بيرن أوت، ساعتها جسمي بيفرط وبصير بلاقي حالي ما عم بقدر بقوم من التخت اتسترا، ومرات تاخد أشهر تأرجع أقدر أتحسن. هيدا هو الستريس، من شان هيك كتير مرات القصص يلي بدنا نعملهم تنداوي ستريس بيكونوا طرقات جسدية، مثلا بيقول اعمل يوغا، اعمل مديتيشن، تنفس. هيدول ليه بيزبطوا؟ مش لأنه عم تعملوا أنايلمنت للشاكراز أو عم تنطفوا الانرجي تبعكم، لأنه انتوا عم تفكوا الفايت اند فلايت. إذا أنا برخي حنكي، برخي عضلاتي، بروق تنفسي، عم ببعت سيجنال لدماغي يقول له ما في خطر، وساعتها فينا نرجع نرتاح. المشكلة كمان تاني خلقت، نحن عم نحكي هلا عن ستريس، بس ستريس كمان كتير موصول بمرض نفسي اسمه anxiety. وشو الفرق بين ستريس والانكزايتي؟ ستريس هو وقتا بعرف شو لعب الستريس، بينما anxiety منا عايزة أعرف. في يكون anxious بس على فكرة إنه أنا anxious، وقتا ستريس في دله مثلا على فترة كتير طويلة، بعدين الستريسر بيروح، في أنا دلني يصير عندي اضطرابات ومنصير منسميها anxiety. وكتير مهم نفهم شو هو التوتر تنقدر نديوي، ونستوعب ليش مرات مثلا نروح عند عالم نفس، عند سايكولوجيست في ساعدنا نفهم هالميسماتش الايفولوشنري وكيف فينا نقدر نفكه تنرجع نعلم دماغنا انه هالخطر منه عن جد موجود. واذا خطر موجود ردة فعل جسديه، اذا انا عندي برزنتيشن كثير مهمه الفايت اند فلايت منه الطريقه المناسبه للتعاطي معه، نقدر نتخلص شوي شوي من هالرواسب الايفولوشنري تبعنا اللي مره جديده هن كثير منيح وقت يكونوا على فتره قصيره. اذا عندكم برزنتيشن وعملتوا ستريس 10 دقائق من البرزنتيشن تبعكم رح يساعدكم هالشيء تتعملوا برزنتيشن بركي شوي احسن وتلفتوا الانظار، وقت يصير كرونيك بيصير شيء كثير، بيصير مشكله كثير كبيره فيها تؤدي لاضطرابات كثير عاطله.